بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة جانا للتعليم اللغة الفرنسية. زوار القناة الجدد أهلا وسهلا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الأولى متوسط بخمية غاني موين. الوضعيات الإدماجية المقترحة خاصة بامتحان الفصل الأول بإذن الله في البروجي 1 سيكونس 1. لهنا في بروجي ان سيكونس اون قراو على لا بروبرتي النظافه. وفي لا بروبرتي كاين زوج حوايج هو لي لافاج دي مان اي لو بروساج دي دون. هادو زوج ركزوا عليهم بزاف، يعني احتمال كبير انه في الامتحان راح نديروا لهم وضعيه ادماجيه على لو لافاج دي مان او بيان لو بروساج دي دون. فنبدا على بركه الله. لو لافاج دي مان لهنا اولا يقرأ في التكست اكسبليكاتيف فيه الشرح معناتها. فيه تخوا بارتي، الاولى لا بارتي دو كيستيونمون دائما تخلص بسؤال، لا دوزيام بارتي فيها لا سي لا بارتي ديكسبليكاسيون جزء الشرح، اي لا بارتي دو كونكليزيون الخاتمه اللي يكون فيها نصيحه. دونك نبداو بلا بروميير بارتي لهنا تعبير مقترح. لو لافاج دي مان اي تري امبورطون دون نوتر في. غسل اليدين مهم جدا في حياتنا. pourquoi il faut toujours avoir les mains propres. لماذا يجب دائما ان تكون ايدينا نظيفه. le lavage des mains consiste à se débarrasser de la saleté des microbes qui provoquent des maladies graves. غسل اليدين معناه التخلص من الاوساخ والميكروبات التي تسبب امراض خطيره. هذا التعريف سي لا ديفينيسيون دو لافاج دي مان. سي بور سولا سي بور سا il faut se laver les mains surtout avant et après de manger. لهذا يجب غسل اليدين خاصة قبل وبعد الأكل. en suivant les étapes suivantes بتتبع الخطوات التالية. هذه الخطوات قادرين ما ديروهاش إلا إذا شرط فيكم، إلا إذا في لاكونسينيا في لابرودكسيون إكريت في السؤال طلب منكم أيضا تذكروا الخطوات. موي لي مان نبلو الايادي. ابليكي لو صابون حطو الصابون. فروتي لي مان بوندون 20 سكوند نحكو يدينا مدة 20 ثانية. غنسي افيك دو لو بروبر نشلو بالماء النظيف. سيشي لي مان افيك سوان نمسحو يدينا مليح. enfin la propreté des mains assure une bonne santé. في الاخير نظافة اليدين تضمن صحة جيدة. هذه لابرودكسيون إكريت تاع لو لافاج دي مان غسل اليدين. نمروا الآن لا دوزيام برودكسيون هي لو بروساج دي دون. لو بروساج دي دون غسل الأسنان. لو بروساج دي دون إي تري إمبورتون دون نوتر في. بوركوا إل فو سو بروسي لي دون. غسل الأسنان مهم جدا في حياتنا. لماذا يجب غسل الأسنان؟ لهنا شغل نفس المقدمة تبدلو غسل اليدين ب لو بروساج دي دون. لهنا باه تسهلوا على ولادكم. هذا تعبير بسيط جدا اي واحد يقدر يكتبه والله يحفظه. لو بروساج دي دون كونسيست ا ايليميني لي ريست دي زاليمون كوينسي انتر لي دون. غسل الاسنان معناه التخلص من بقايا الاكل العالقه بين الاسنان. كي بروفوك لو ديفلوبمون دو لا كاري دونتير التي تسبب تطور تسوس الاسنان. اي بور ايفيتي لا كاري دونتير ايلي نيسيسير دو سو بروسي لي دون ابري شاك روبا. وللتخلص ولتجنب تسوس الاسنان يجب غسل الاسنان بعد كل وجبه. دونك ايلي ريكوموندي دو سو بروسي لي دون بور اسيوري دي دون سان اي فورت. اذا ينصح غسل الأسنان لضمان أسنان صحية وقوية. لا فين دو لا فيديو. ميرسي بو فوتر اتونسيون. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء إن شاء الله إلى فيديوهات أخرى مع مراجعة شاملة لكل الدروس تحضيرا لامتحانات الفصل الأول وامتحانات مقترحة مع الحل. إلى اللقاء إلى فيديوهات أخرى بإذن الله.